موجودين لغاية دلوقتي، ولو في جوائز المفروض الناس دي اللي تاخد جوائز المرات اللي جاية يعني. هم كلهم اهلاويه يا دكتور مجاهد، نعم هم كلهم اهلاويه فضمهين المكسب، فما تقلقش يا باشا. الاهلاويه تلاقيهم كده تقال يا باشا، الزملكاويه جريوا. طب كويس، ما انت تقيل برضه يا باشا، انت حضرتك ما مش حد، انت زملكاوي محمد. انا يعني الحمد لله ما بعرفش حاجه في الكوره، فربنا انعم عليا يعني ان انا ايه ما بعرفش حاجة في الكورة، ومنش لو اتفرجت على ماتش انا ما بعرفش انام الا بمنومات يعني، لكن ممكن لو قعدت قدام ماتش كورة انام بسهولة يعني. ف يعني هخلص يعني في الشوط الثاني. لان هقول محاضرة بسيطة ان شاء الله، بس انا هكلم على سجلت برضو يعني، مثلا دي النسخة رقم 15 في نتكلم على الاسجليت، لكن انا هتكلم من وجهة نظر اخرى يعني. انا هركز شوية على ازاي ليه الاسجليت بتعمل رينو بروتكشن يعني، ده هيبقى المين برضو بمناسبة ان انا كنت نفرولوجيست في بداية حياتي، وانا معايا شهادة من النقابة ان انا استشاري كلى وليس استشاري سكر. يعني ده الشيء الغريب يعني. الحقيقة كلنا قلنا النهاردة ان طيب تو دايابيتس مانجمنت از مور ذان جاست اي وان سي كنترول، كلنا قلنا الكلام ده النهاردة، وقلنا ان احنا بنهتم بالمايكرو فاسكولار كومبليكيشن و المايكرو فاسكولار كومبليكيشن هو ما بينقلش ليه؟ اكتب كده كويس. اعتقد السلايد دي اتعرضت النهارده، وبرضو عشان نقول الجوائز اللي يعرف الفرق بين البريفالنس والانسيدنس، ما عدا الدكتور خالد والدكتور مشاحيت، لان الدكتور مرسي عرب كان دايما يسال ايه الفرق بين الانسيدنس والبريفالنس لما يجي امتحاننا في الدكتوراه لما كنا طلبه، فكان غاوي الفرق بين البريفلنس والانسيدنس، انتشار في انتشار، لكن الانسيدنس في وقت معين يعني في وقت في تايم معين. فده الهارت فيلير يعني. الهارت فيلير الحقيقه زي تعبير عجبني النهارده ان هو ميسد فعلا، واحنا بنهتم بالميس اكتر منه، برغم ان الهارت فيلير اكتر كتير جدا من المايوكاردال انفاركشن في العيانين اللي عندهم دايابيتس. وانا بعتقد ان يمكن السنة الجاية أو اللي بعدها بالكتير هيدخل الهارت فيلير في كل الاستاديز بتاع الدايابيتس، لأنه هو السكند كومن فاسكولار كومبليكيشن بعد البريفرال ارتيريال ديزيز، الذي برضو لا يأخذ أي اهتمام في الجايد لاين. له الهارت فيلير بدأ حديثا ياخد اهتمام شوية، لكن مازال البريفرال ارتيريال ديزيز ما خدش أي شيء في الجايد لاينز الجديدة. لكن لما نشوف ونلاقي ان اللي عندهم نورمال ليفت فنتريكولار فانكشن في العينين الديابيتك لا يتعدوا 32%، وان 68% من العينين عندهم ليفت فنتريكولار ديس فانكشن، فنعرف انها بيج بروبلم كتيره جدا. وانا يعني ما بعت عيان بتاع ديابيتس يعمل ايكو وعيان شكله حلو جدا الا ما يكتب لي في دايستوليك ديسفانكشن، يعني ما فيش ايكو لعيان دايابيتس لما تلاقي كاتب فيه دايستوليك ديسفانكشن اللي هي هارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن. و الريديوس ايجكشن فراكشن دي بتبقى باينه كلينيكالي، لكن الكومن بول الهارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن. وعشان كده احنا في انتظار الدراسه اللي اسمها الامبرور بريزيرفيد، مش الامبرور ريديوز اللي طلعت، الامبرور بريزيرفيد عاوزين يشوفوا العيانين اللي عندهم هارت فيلير ويز بريزيرفيد ايجكشن فراكشن، هل دول هيستفيدوا من الاسجليت برضو زي العيانين اللي عندهم هارت فيلير ويز ريديوز ايجكشن فراكشن؟ طب هو ايه الفرق بين الهارت فيلير ويز بريزيرفيد ايجكشن فراكشن والهارت فيلير ويز ريديوز؟ لقوا ان الهارت فيلير ويز بريزيرفيد ايجكشن فراكشن عندهم دايستوليك ديسفانكشن، لكن اللي عندهم reduced ejection fraction عندهم diastolic وsystolic dysfunction.
الكارديومايوسايتس هايبرتروفي بيحصل في الهارت فيلر ويز بريزيرفد ايزكشن فراكشن، لكن مقابل ليه كارديومايوسايت ابوبتوزيس في الريديوسد ايزكشن فراكشن. كارديومايوسايت فايبروزيس بيحصل في العيانين اللي عندهم بريزيرفد، اما العيانين اللي عندهم ريديوسد بيبقى في عندهم نكروزيس. انكريزد كارديومايوسايت ستيفنس، ودي ديكريزد كارديومايوسايت شورتنينج، وده اللي بيخلي العيان عندهم ريديوز ايجكشن فراكشن. فعشان كده الهارت فيلير هي حاجه مهمه جدا ومسد فعلا ومحدش بياخد باله منها، برغم انها السكند كومن فاسكولار كومبليكيشن اللي بتحصل في الديابيتيك بيشنت. لا شك ان جميع الاستاديز اللي اتعملت في السكندري بريفنشن بالنسبه للدابا الامبا الكانا كلهم ابدوا ريزلت كويسه في السكندري بريفنشن، لكن البرايمري بريفنشن ما كانش عندنا سيجنيفيكانت امبروفمنت في الكارديوفاسكولار. لكن العيانين بتوع الامبا 99% زي ما سمعنا النهارده عندهم اسيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. العيانين بتوع الكانفاس بروجرام 70% او اكتر من 70% عندهم اسيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، لكن معظم العيانين بتوع الديكلير ستادي كان برايمري بريفنشن، يعني كانت برايمري بريفنشن. لكن الهارت فيلير ويز ريديوس ايجكشن فراكشن في كل، يعني ما فيش اي سجلت ما اداش بينيفيشال افكت، لا كلهم ادوا بينيفيشال افكت في الهارت فيلير هوسبيتاليزيشن والهارت فيلير تريتمنت حتى في النون دايابيتك عشان نختصر الوقت. لكن البرايمري بريفنشن الحقيقه الديكلير كانت اهتمامها الاكثر بالبرايمري بريفنشن اكثر من السكندري بريفنشن. فحتى في البرايمري بريفنشن برضو نسبه الهارت فيلير قلت 27% في العيانين اللي ما كانش عندهم اي اسيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. فاذا يبقى الدابه ممكن نحطه بتعبير كده ونقول ان هو الدابا بريفنت هارت فيلير هوسبيتاليزيشن كونسيستنتلي اكروس ا برود رينج اوف تايب 2 دايابيتس ريجاردليس اوف هيستوري اوف اسيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز اور هارت فيلير. يبقى الدابا مميزه هنا في البريفنشن اوف هارت فيلير، ودي حاجه جديده هتبقى يمكن خدوا عليها ابروفال الاف دي اي تو دي ابروفد استرا زينيكا دابا جلايفولوزين تو ريديوس ذا ريسك اوف هوسبيتاليزيشن فور هارت فيلير فور بيشنت و تايب 2 دايابيتس اند استابليشد كارديوفاسكولار ديزيز اور مالتيبل كارديوفاسكولار ريسك فاكتور. ودي طلعت من الديكلير ستادي، يعني ده كان ذا اونلي ابروفد سجليت ان برايمري بريفنشن بوبيوليشن، مفيش حاجه ثانيه ابروفد في البرايمري بريفنشن غير الدابه في هذه القصه. المقاله دي منشوره في اللانسيت، المقاله دي منشوره في اللانسيت كده منشوره فيري ريسنت في اللانسيت تحت عنوان بامب بايز اند فلتر دو سجليت انهبيتور كفر ات اول. يعني عاوز يقول هل هي مفيده في العيانين اللي عندهم استابليشد كارديوفاسكولار ديزيز، العيانين اللي عندهم مالتيبل كارديوفاسكولار ريسك فاكتورز، العيانين اللي عندهم هارت فيلير. طيب ده سكندري وبرايمري بريفنشن، هل هي مفيده في السكندري والبرايمري بريفنشن؟ لا كلهم مفيدين في السكندري بريفنشن، لكن ذا اونلي اللي هو ابروفد في البرايمري بريفنشن كان الدابا جلايفولوزين، كان الدابا جلايفولوزين. كلهم ادوا رينال بروتكشن، كلهم ادوا قللوا الهوسبيتاليزيشن فور هارت فيلير، لكن الوحيد اللي ادى برايمري بريفنشن هو الدابا جلايفولوزين. هقول حاجه مهمه جدا، انا الحقيقه مش دي ال 2019 يوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي جايد لاين اللي عملت ضجه واحنا اتخانقنا بتوع الدايابيتس مع بتوع كارديولوجي بسبب الجايد لاين دي، انهم حطوا السجليت رقم واحد. انا العجيب في الدراسه في الاستادي دي حاجه واحده بس، هي الاي اي اس دي. الاي اس دي مشتركه مع الاي دي اي 2020 يعني في او 2019 في جايد لاينز وقاموا قايلين ان الميتفورمين رقم واحد. والاي اس دي تشترك في هذا اليوروبيان سوسايتي جايد لاينز ويقولوا لا السجليت، وهي جمعيه واحده. فالبايز مش عندنا بس،
دي جمعية كبيرة جدا ولها اسم كبير جدا جدا جدا. وعلى فكرة هجوموا هجوم شديد في المؤتمرات الكبيرة على ان هم اشتركوا في التو جايد لاينز وموافقين على حاجتين كونتراديكت مع بعض، ابدا بميتفورمين ولا بسجلت. لكن احنا كدايابيتولوجيست ما زلنا مصرين وما زال الاي دي اي مصر على ان الميتفورمين وممكن يبقى كومباينيشن فروم ذا ستارت مع السجلت، ولكن ما هو سبستيتيوشن، يعني ما هو سبستيتيوشن. ده بقى الجزء الجديد خالص، وميكانيزمات معقدة ما كانتش تنفع تبقى آخر محاضرة، لكن عشان أنا برضو ميال للنفرولوجي فكترت شوية الميكانيزم بتاع ليه الأدوية دي قللت البروجريشن بتاع الكرونيك كيدني ديزيز، وبالذات في الديكلير والإمباجلايفولوزين والكريدنس ستادي كلهم والكانفاس بروجرام كلهم بلا شك ادوا امبروفمنت في الاستيميتد جلوميرال فلتريشن ريت ديكلاين، قللوا الديكلاين بتاع الاستيميت وقللوا اليورينري البومين كرياتينين كليرانس. يمكن لو قارنا الديكلير بالكانفاس بالامبا هذه المقارنه ظالمه لان البيبيوليشن مختلفين، يعني ما ينفعش اقارنهم ببعضهم كده. لكن لو خدنا الريزلت كده لوحدها والريزلت دي لوحدها والريزلت دي لوحدها هنجد فروق ما بين الدابه في الديكلير ستادي وما بين الكانفاس وما بين الامبريك بالنسبه للاستيميتد جلوميرال فلتريشن ريت ديكلاين، وده على كاتوجري مجموعه اقل من 60، مجموعه من 60 ل 90، مجموعه اكتر من 90. وهنجد ان اللي باللون الاحمر ده كانت الديكلير ستادي، وباللون الازرق الغامق ده كانت الكانفاس، والازرق الفادح ده كانت الامبرج. هنجد ان كلهم تقريبا قللوا، يمكن كان اكترهم الدابا جلايفولوزين، وكذلك نفس القصه بالنسبه لليورينري البومين اكسكريشن. وقللت 47% في الاوكيرنس اوف زارينا سبيسيفيك كومبوزايت اوتكم، ودي حاجه يعني بريك ثرو صراحه انها تبقى موجوده. والريدكشن ورسين اكروس اول كلينيكال امبورتنت كومبوننت اوف زارينا سبيسيفيك كومبوزيت انكلودنج الاندستيج رينال ديزيز الرينال ديس، كل الحاجات دي اتحسنت، حتى الكارديو فاسكولار اوتكم اتحسن في العيانين اللي خدوا دابجلايفلوزين. الدابجلايفلوزين ديكريز ذا لايكليهود اوف بيشنت ديتيريتنج تو اورس البومونوريا كاتيجوري، اليورينري البومن الكرياتينين ال، الرينال بينيفيت از ديمونستريتد اكروس كل الاي جي اف ار اقل من 60، اكتر من 60، اقل من 45، وفي الدابا سي كي دي لغايه 25. كل العيانين استفادوا في الاستابيلايزيشن اوف استيميتد جلوميريال فلتريشن ريت. هبدا بقى اخش في شويه ايه الميكانيزم اوف رينو بروتكشن. ده اللي موجوده في اقصى يعني اللي ناحيه الصوره عندي ديت، ده النورمال تبلو جلوميريال فانكشن. ده الافرنت والافرنت ارتريول، وعندي السجليت 2 ريسبتور والسجليت 1 ريسبتور والجيكسترا جلوميرال ابريتس، كل القصه بتحصل فيهم كده. العينين بتوع الدايابيتس كاركترستيكالي نشوف نبص للصوره اللي في النص، كاركترستيكالي هنلاقي عندنا افرنت ارتريول فازو كونستريكشن. يبقى الدايابيتس مميز اول حاجه بيعملها بيعمل افرنت ارتريول فازو كونستريكشن، وفي نفس الوقت بقى في ريلاتيف افرنت ارتريول فازو دايلاتيشن، افرنت ارتريول فازو دايلاتيشن وفي افرنت ارتريول فازو كونستريكشن في الدايابيتيك بيشن. يبقى انا ماسوره فاتحه كتيره واللي بيصرف ضعيف، يبقى هيحصل ايه للانترا جلوميرال بريشر؟ هيزيد. لما يزيد الانترا جلوميرال